الله الرحمن الرحيم، راح ناخذ مثال على اللاترالي unrestrained beam اللي هو المثال نفسه موجود بالهاند بوك. A beam is required to span 6 متر and is to carry 3 point loads at the quarter point 1.5 متر apart. بيم الطول مالته 6 متر عليه 3 point load احمال مركزة على نقاط الأربع، يعني بينحمل حمل 1.5 متر، أو البيم يعني راح يتقسم إلى أجزاء كل جزء 1.5 متر المسافة بين الأحمال. Each factored load is 80 كيلو نيوتن، كل حمل factored يعني الحمل مضروب بالفاكتر هو 80 كيلو نيوتن. The three loads are applied to the top of flange، الأحمال مسلطة على التوب of flange، بعدين راح نشوف شلون راح نستفاد من هاي المعلومة. Of the beam and they are free to move laterally، حرة الحركة laterally. The compression flange is unrestrained over the entire span، ال compression flange ما مقيدة على الطول مالت السبان، يعني الطول نفسه 6 متر. التقييد بالنسبة للنهايات لأجل حساب ال effective length. At one end, the compression flange has partial torsional resistance. واحدة من النهايات partial torsional resistance. At the other end, both flanges are not restrained to any degree against rotation on a plan. بالنهاية الثانية both flange ما بيها أي درجة تقييد. Select a suitable universal beam section. مطلوب نختار مقطع للبيم مناسب من حديد جريد S 275. مثل ما نشوف ان هذا البيم طول 6 متر، الاحمال 3 point load concentrated، الاحمال مفكترة 80 كيلو نيوتن، المسافة هي 1.5 متر. بداية نحسب الماكسيموم بيندينج مومنت اللي راح يتم التصميم عليه. طبعاً البيم simply supported، فبسهولة نوجد رد الفعل، يعني إذا نعتبر هاي النقطة A هاي النقطة B، فsummation moment حول النقطة B ال RA في 6 متر ناقص 80 في 4.5 ناقص 80 في 3 ناقص 80 في 1.5 يساوي 0، راح يطلع عندنا رد الفعل. بعدها نحسب الماكسيموم بيندينج مومنت اللي جاي من هاي الأحمال المركزة، طبعاً بما انه البيم متناظر بالنسبة للأحمال فالماكسيموم بيندينج مومنت راح يكون بالمنتصف، رد الفعل في 3 ناقص 80 في 1.5، راح يطلع الماكسيموم بيندينج مومنت نتيجة الأحمال هو 240 كيلو نيوتن في متر. احنا حاليا ما عندنا المقطع فما نقدر يعني نحسب بالمضبوط العزم اللي يجي من السيلف ويت. راح نفرض انه السيلف ويت هو 150 كيلوغرام بكل متر. مثل ما نعرف السيلف ويت راح يكون يعني حمل موزع بالنسبة للحديد، يعني بالكيلوغرام بكل متر طول. فهسه البيندينج مومنت اللي يجي من السيلف ويت هو حمل موزع على سمبلي سبورتد، يعني دبليو ال سكوير على 8، بس الدبليو هنا بالكيلوغرام راح نحولها الى كيلو نيوتن. 150 كيلو غرام في 9.81 تصير نيوتن، في 10 أس ناقص 3 راح تصير كيلو نيوتن، في L تربيع 6 تربيع على 8. ال 1.4 هو الفاكتر حتى نحوله إلى ديزاين لود، الفاكتر مالت الديد لود هو مثل ما نعرف 1.4، راح يطلع تقريبا العزم اللي جاي من السيلف ويت هو 10 كيلو نيوتن في متر، وايضا بالمنتصف فنضيفه ويا البيندينج مومنت اللي جاي من ال 3 بوينت لود، فاكتور 3 بوينت لود 240 زائد 10 ويساوي 250 كيلو نيوتن في متر. بداية نحسب ال effective length ال L effective. بالنسبة اذا نروح الى تيبل 13 بالبي اس 5950 عندنا، راح نشوف انه عندنا اللود يعني طبيعة اللود اما نورمال او ديستابيلايزنج. هنا عندنا حسب المثال انه اللود مسلط على
التوب فلانج، فلذلك راح يكون نوع الحمل هو ديستابيلايزنج. مثل ما نعرف إذا كان حمل على التوب فلانج فهو ديستابيلايزنج، إذا كان على البوتوم فلانج أو على الويب فهو نورمال. هنا عدنا على التوب فلانج مثل ما شفنا بالمثال، قلنا راح نستفاد من هاي المعلومة فاللود ديستابيلايزنج. هنا التقييد مثل ما شفنا بالمثال هو كل نهاية لها تقييد شكل، بس احنا حددنا ديستابيلايزنج نوع الحمل. اذا نجي على النهاية الاولى ونروح التيبل 13 للبي اس 5950 راح نشوف انه هذه نقطة التقييد تنطبق عليها الفقرة اللي هي بالسطر السادس من تيبل 13، بينما النهاية الثانية اللي قايل لي البوث فلانج فتنطبق عليها الفقرة او السطر السابع من تيبل 13. فهنا احنا ناخذ المعادلة اللي بالسطر السادس او السابع، احنا عدنا كل نهاية شكل فراح ناخذ المعدل مالتهم. طبعا بالسطر السادس ال L effective 1.2 LLT زائد 2D، والD هي الـ Total Depth مال التلوين، وبالسطر السابع هي 1.4 LLT، فناخذ المعدل مالتهم 1.2 1.4، المعدل مالتهم 1.3 LLT زائد 2D اللي هو الـ Overall Depth مالت البيم. أيضا احنا ما عدنا المقطع، راح نفرض انه الـ Depth مال التلوين هو تقريبا 600 مليمتر، لذلك الـ L effective مثل ما قلنا أخذنا المعدل 1.3 LLT، الطول الكلي هو 6 متر، ما عندي نقطة تقييد وسطية بالنسبة للـ compression flange مثل ما نعطيهم بالمثال، زائد 2 في 0.6 600 مليمتر نحولها إلى متر، 0.6 يساوي لنا 9 متر. هسه بعد هاي الخطوة ما نقدر احنا نستمر بالفرضيات، لازم انه نختار مقطع. بدل ما نختار المقطع عشوائيا نسوي هذه الخطوة حتى تساعدنا باختيار المقطع، انه راح نفرض البيندنج سترينث بي سب بي تساوي لنا 70 ميجا باسكال او نيوتن على مليمتر تربيع، لان يعني مثل ما نعرف البيم الما مسنود عرضيا هنا راح يكون التأثير الاكبر، او يعني النقطة الحرجة راح تكون هو البكلينج مومنت ريزيستنس، والبيندنج سترينث بي سب بي هي عادة راح تكون اقل من الديزاين سترينث اللي هي البي واي فنعتمد عليه. فاذا اعتبرنا انه البيندنج سترينث 70 نيوتن على مليمتر مربع، فهنا شقد يعني البيم اللي اوفره لازم شقد يكون البلاستيك موديولس مالته. احنا مثل ما نعرف البيندنج سترينث يساوي لنا بيندنج مومنت على البلاستيك موديولس، فاذا نريد البلاستيك موديولس لهذا العزم المسلط وبيندنج سترينث 70 ميجا باسكال او نيوتن على المليمتر المربع، فالاس اكس ريكوايرد يعني البيم المطلوب شقد تكون الاس اكس البلاستيك موديولس مالته 250 في 10^6 حتى نحول المومنت من كيلو نيوتن في متر إلى نيوتن في مليمتر، تقسيم 70 اللي هي نيوتن على مليمتر تربيع راح يطلع لنا البلاستيك موديولس بالمليمتر تكعيب، لذلك نقسم على 1000 حتى نحولها إلى سنتيمتر تكعيب، لأن مثل ما نعرف احنا بالسكشن تيبلز مالت البيمز عادة ينطينا البلاستيك والإلاستيك موديولس بوحدات سنتيمتر تكعيب، فنحولها أيضا نقسم على 1000 × 3 حتى نحولها إلى سنتيمتر تكعيب لسهولة المقارنة ويا الجداول مالت المقاطع، فراح يطلع البلاستيك موديولس المطلوب 3572 سنتيمتر تكعيب. يعني لو اختارينا مقطع الـ SX مالته بلاستيك موديولز 3572 والبيندنج سترينث 70 فهو راح يتحمل 250 كيلو نيوتن في متر عزم مسلط. هنا احنا اختارينا يعني فرضنا تقريبا عشوائيا يعني رقم لا بالمتوسط تقريبا، فنختار مقطع
يكون الـ SX أو الـ Plastic Modulus مالته أكبر من هذه الـ Required، وأكبر مو قليل، أكبر فد رقم معين، يعني نعطي مجال أكثر عندنا، لأن مثل ما نعرف الـ Beam غير مسنود عرضيا يكون حرج بالنسبة للـ Buckling Resistance Moment. فراح نختار مقطع 610 في 229 في 140 Universal Beam اللي هو البلاستيك موديلس مالته 4140 سنتيمتر تكعيب، سمك الفلانج 22.1 مليمتر، الراديوس اوف جيريشن 5.03 سنتيمتر. هسه نشيك عزم المسلط، لازم اقل من المومنت كاباسيتي بالحالة الاعتيادية، يعني على فرض البيم هو بلاستيك او كومباكت، مومنت كاباسيتي البي واي في البلاستيك موديلوس والبي واي هنا اخذنا 265، لان احنا جاي نشتغل على جريد 275، ولكن سمك الفلانج تجاوز ال 16 ملم فحسب تيبل 9 اللي هو عندما يتجاوز السمك 16 ملم، ما بين 16 ملم الى 40 ملم، فحسب تيبل 9 راح يكون البي واي 265 نيوتن على مليمتر تربيع. فالبي واي في البلاستيك موديلس بي واي 265، البلاستيك موديلس 4140 سنتيمتر تكعيب في 10 اس 3 نحولها الى مليمتر تكعيب، راح يطلع عندنا النتيجة نيوتن في مليمتر، يعني المفروض احنا نقسمها على 10 اس 6 حتى نحولها الى كيلو نيوتن في متر، فتطلع 1097 كيلو نيوتن في متر، اكبر من 250 كيلو نيوتن العزم المسلط. اذن اوكي، طبعا مثل ما نعرف هنا عادة يعني باللاترالي انري سترينت البيم ما مسنود عرضيا مومنت كاباسيتي الاعتيادية، يعني ما نخاف من عدها، وانما نخاف من الام بي اللي هي البكلينج ريزيستنس مومنت. هسه اذا نجي لازم نحسب البكلينج ريزيستنس مومنت، قلنا عندنا سمك الفلانج 22.1 في البي واي هي 265 حسب تيبل 9. نجي بداية نحسب اللامدا اللي هي ال L effective على ال R Y. ال L effective حسبناها 9 متر اللي هي يعني 9000 مليمتر، على ال R Y 5.3 سنتيمتر نحولها الى مليمتر تصير 50.3 يساوي لنا 179. اللامدا LT اللي من خلالها يعني لازم احسبها حتى اروح لتيبل 16 واحسب البيندينج سترينث في سبي الحقيقية وليس اللي استخدمناها بالفرق من البداية. فلامدا LT يساوي لنا U في ميو في لامدا في جذر بيتا دبليو او بيتا دبليو اس نص. راح نفرض المقطع هو بلاستيك او كومباكت، ممكن احنا نشيك بتيبل 11 بالكلاسيفيكيشن، وهو يعني راح يطلع اما بلاستيك او كومباكت، لذلك يعني نقدر اذا بلاستيك او كومباكت فالبيتا دبليو هي 1. راح نفرض اليو 0.9، قلنا احنا اليو نقدر نفرضها، واذا فرضناها 0.9 راح يكون يعني التصميم مالتنا اكثر تحفظا، بينما هي القيمة الحقيقية مالتها من السكشن تيبلز هي 0.875، لكن احنا فرضناها 0.9. لنيو ايضا راح نفرضها 1، وهذه الفرضية ايضا هي اكثر تحفظ، ولكن اذا ردنا القيمة الحقيقية مالتها من السكشن تيبلز من خواص المقطع راح نلقى الاكس 30.6، ولامدا على اكس راح تساوي لنا 5.85، ونروح لتيبل 19 بالبي اس 5950 راح تطلع لنا لنيو الحقيقيه 0.78. هاي هسه القيم الحقيقيه خليناها منا على جهه، وهذه القيم اللي فرضناها جاي نشتغل عليها الفرض، قلنا اذا اخذنا اليو 0.9 ولنيو 1 يعني راح يكون التصميم اكثر تحفظا، يعني راح نقلل من المقاومه الحقيقيه للبيم، واذا قللنا من مقاومته الحقيقية فاحنا اكثر راح نكون يعني بالسيف سايد، يعني راح نميل الى الامان اكثر. هسه حسب اللي فرضناها ليو ولنيو راح نحسب اللامدا LT، يو 0.9 نيو 1، لامدا
179 جذر بيتا دبليو، بيتا دبليو واحد جذرها ايضا واحد، فراح تطلع اللامدا ال تي 161. هسه اذا نروح التيبل 16 اللي هو بي اللامدا ال تي والبيندينج سترينث بي سب بي، ولا ننسى انه احنا البي واي 265، فمن خلال التيبل لينير انتربوليشن نقدر نسوي بين القيم اللي موجوده بالتيبلز، فراح تطلع البيندينج سترينث 58 نيوتن على مليمتر تربيع. فالباكلينج ريزيستنس مومنت بي سب بي بيندينج سترينث في البلاستيك موديلس 58 في 4140 في 10^3 حولها الى مليمتر، راح يطلع عندنا العزم نيوتن على نيوتن في مليمتر، نقسم على 10^6 راح يطلع الديزاين سترينث 240 كيلو نيوتن في متر. هذه 240 باكلينج ريزيستنس مومنت اقل من العزم المسلط الماكسيموم بيندينج مومنت اللي هو 250 كيلو نيوتن، فانه المقطع يعتبر غير كفو او فاشل، فلازم نختار مقطع اكبر. قبل لا نروح ونختار مقطع اكبر، احنا اشتغلنا على فرضيات اليو بوينت 9 والنيو 1، واللي قلنا هي اكثر تحفظا وراح تقلل، يعني يكون الناتج للباكلينج ريزيستنس مومنت اقل من القيمة الحقيقية لو استخدمنا الارقام الحقيقية. خلينا نجرب نفس البيم، يعني عندنا هنا الفرق قليل 10 كيلو نيوتن عن العزم المسلط، فخلي نجرب انه نستخدم القيم الحقيقية لغرض حساب اللامدا LT. اليو الحقيقية 0.87 والنيو الحقيقية 0.875 طبعا، والنيو الحقيقية 0.78. فإذا استخدمنا هذه القيم الحقيقية راح تطلع اللامدا LT 121. نروح للتيبل 16 راح تطلع البيندينج سترينث 93 نيوتن على مليمتر تربيع، يعني صار عندنا فرق كبير بالبيندينج سترينث، يعني من استخدمنا الفرضيات طلعت 58 بينما على الارقام الحقيقية طلعت 93 نيوتن على مليمتر تربيع. نفس الشيء نحسب الباكلينج ريزيستنس مومنت اللي هي البيندينج سترينث في البلاستيك موديولوس، راح يطلع الباكلينج ريزيستنس مومنت 385 كيلو نيوتن في متر. ام بي باكلينج ريزيستنس مومنت على الام ال تي الايكويفالنت ديستريبيوشن مومنت فاكتور، هنا الام ال تي هو واحد بسبب انه اللود عندنا هو ديستابيلايزنج، إذا كان اللود ديستابيلايزنج لودينج في الام ال تي 1385 على 1 هي 385 اكبر من الماكسيموم بيندينج مومنت المسلط اللي هو 250 كيلو نيوتن. اذا هذا المقطع مالتنا راح يكون اوكي، يعني كفو